في فيديو النهاردة إن شاء الله هقدم لكم مجموعة من الأفكار والحيل اللي ممكن تساعدكم في حياتكم اليومية. هتلاقوا مجموعة متنوعة من الأفكار اللي ممكن تطبقوها في حياتكم. أتمنى تتابعوا الفيديو للنهاية عشان تستفادوا من الأفكار والحيل دي. ونروح نشوف أول فكرة. الفكرة دي بسيطة جدا وكمان هتحمينا من طرطشة بقى لما بنيجي نقلي أي حاجة كده بتفرقع، خصوصا الفلفل أو الممبار، يعني ايدينا بتتبهدل خالص من طرطشة الزيت عليه. تعالي بقى أقولك هتقضي على المشكلة دي ازاي. هنجيب ازازة بلاستيك بقى، أي ازازة بيبسي أو ازازة مية، أي حاجة كده تبقى بس تبقى حجمها كبير شوية او الحجم الوسط، وهبتدي اشيل الجزء اللي هو بيبقى تحت الازازه خالص، يعني هقص الازازه من تحت زي ما احنا شايفين كده، وهسيب طبعا الفتحه بتاعت الازازه زي ما هي، مش هقصها، انا هقص القاعده بس بتاعت الازازه. هنبتدي بقى نجيب المقصوصه اللي احنا بنقلب بيها زي ما احنا شايفين، وهدخلها في الازازه وامسكها كده بايدي، كده ايديا بقت محمية من طرطشة الزيت عليها، ومفيش اي حاجة هتيجي عليها زي ما احنا بنشوف كده. يعني مثلا احط الحاجة اللي انا عايزة احمرها وهاجي اقرب ايدي عادي في اي، يعني ممكن اقربها خالص اقرب حاجة، وهبتدي اقلب بقى بمنتهى السهولة، مفيش اي طرطشة الزيت هتيجي عليها. اتمنى الفكرة تعجبكم. نيجي بقى الأزاز اللي في عندك أطفال بقى ومحتاجين ننجي تأزأزهم اللب. هقولك النهاردة على فكرة بسيطة جدا تأزأزي بيها لو عندك حد مش بيعرف يأزأز اللب. يعني هتجيبي بقى الصافة بس تكونش استعملتيها قبل كده، يعني ما تكونش استعملتيها للطوافين. هتجيبي الصافة وتخصصيها بس للموضوع ده، يعني تفصصي بيها اللب زي ما احنا شايفين، بندخل اللب في الطرف الأولاني كده، طرف الصافة من الطرف الأولاني، وزي ما احنا شايفين بدوس عليها دوسة بسيطة اللبة بتتفتح معايا بمنتهى السهولة وكده. يعني بدل ما نحط اللب في بقنا كده ونفصصه لأطفالنا، الطريقة دي آمنة وصحية جدا. نروح بعد كده بقى للفكرة اللي بعد كده، السلوك. وماما أدراك ما لخبطة السلوك، يعني هنلف كده الطريقة دي مش صح. هقولك على طريقة سهلة وبسيطة جدا هتقدري بيها تنظمي أسلاك أي جهاز كهرباء عندك. يعني مثلا هتجيبي زرار زي ما احنا شايفين، وهتجيبي أستك. الزرار والأستك دول هتنظمي بيهم أسلاك أي جهاز عندك، هيبقى خلاط، السشوار بتاعك. يعني أنا هنا بطبق لكم على الهاند بلندر بتاعتي، فأنت تقدري تطبقيه على أي سلك عندك بتاع أي جهاز كهربي. هجيب الزرار زي ما احنا شايفين وهلفه عليه كده. لو زرار ليه فتحات هدخل طرف الاستك في الفتحة بتاعت الزرار واشدها واربطها كده ايه بالعكس، خلاص زي ما احنا شايفين تنيت السلوك على الجهاز نفسه بالمنظر ده. وهمسك بقى الاستك وهدخله جوه الزرار، وكده ببقى انا نظمت السلوك بمنتهى السهولة، بدل ما بتبقى مكعبلة كده والحاجة بتبقى شكلها مش ظريف وبتقعد تشد أي حاجة جنبها. يعني الفكرة دي حلوة جدا، وكنا عملنا قبل كده برول المناديل وبنلزقه في الجهاز نفسه، بس بقى الفكرة دي تكون بسيطة جدا للأجهزة الصغيرة، يعني زي حاجة زي كده. بعد كده بتشيل الأستك عادي بالزرار وبيبقى لازق فيه، وبتستعملي الجهاز عادي. بعد ما بتخلصي بقى بترجعي تربطي بنفس الطريقة. الفكرة بسيطة وسهلة، أتمنى تعجبكم. ولو وصلتوا معايا لغاية هنا يشرفني وجودكم طبعا، وما تنسوش دعمكم ليا باللايك والاشتراك. ونروح بقى للفكرة اللي بعد كده. كلنا طبعا بنقاسي لما بنيجي ندخل المفتاح هو الميداليه او هو دايره الدايره اللي تبقى لازقه في الميداليه من تحت. اقول لك على فكره بسيطه جدا هتحلي بيها المشكله دي. هجيبي طرف كده شاليمو وتقصي تاخدي منه قطعه وهتدخليها بس في طرف الدايره بتاعه الميداليه، هدخل منها جزء بسيط كده. الفكرة دي أساسها إن هي بتبعد الحلقة على بعضها، بدل ما بقعد أبعدها بالمفتاح نفسه بتوجع الإيد. يعني الصراحة أنا
قطعة البلاستيك دي بتخلي دايرة الميدالية نفسها بعد عن بعض، وعاملة مساحة يعني سايبة فراغ ان المفتاح يتحرك جواها بمنتهى السهولة. وبعد بقى ما المفتاح دخل خالص ببتدي اشيل القطعة بمنتهى السهولة وبرميها. تاني الفكرة بسيطة وسهلة، اتمنى تعجبكم. عندك دقيق بقى واحنا في فصل الصيف، وخايفة عليه من الحشرات، خايفة عليه من السوس، خايفة عليه من عندك كمية كبيرة بقى وعايزة تحافظي عليها. هقولك على فكرة بسيطة كده تحافظي بيها على الدقيق. هتجيبي ورق اللورا أو ورق الغار زي ما بتسميه في بلدك، وهتحطيه على الدقيق، مش هتشوفي أي حشرة بعد كده على الدقيق، ولا سوس الدقيق نفسها اللي بتتكون عليه بعد فترة. يعني هتحطي دي في الكمية دي بقى، عندك كذا كمية، هتحطي كذا في كل كيس مثلا ورقة أو في العلبة المخصصة ليه. الريحة النفاذة بتاعت ورقة الغار ما بتخليش إلا دي يعمل سوسة. أتمنى الفكرة تعجبك. عايز أقولك بقى، لو بتستعملي الغطا بالطريقة دي أو بتشيلي من على الحلة وتحطيه على البوتاجاز، أقولك على طريقة سهلة أبسط من كده خالص، لأن الغطا ساعات بيبقى فيه مية كده وبيتدلق على البوتاجاز. احنا بقى الطريقة أصح، إن انتي تمسكي الغطا كده وتحطيه في إيد الحلة كده، بتهيألي يعني هتحافظي على البوتاجاز بقى. أتمنى الفكرة تعجبكم. نروح للفكرة اللي بعد كده. عندك بقى خلاط، الخلاط يعني بتاع الطماطم وكده، وبيعمل ريحة كمكمة كده. هقولك النهاردة على فكرة بسيطة، يعني ما تخليش الخلاط يعمل معاكي كمكمة. بعد بقى بتغسليه وتنشفيه خالص، بتشيلي الغطا كده، يعني طريقتين كده، يا اما تشيلي الغطا خالص على جنب يعني جنب الخلاط ما تبقيش كاتماه، يا اما تشيلي الفتحه الجزء اللي بيبقى في الغطا من فوق، وحطيه بقى جوه الخلاط عشان طبعا ما يضيعش منك وتقعدي تدوري عليه. اتمنى الفكره تعجبكم. ونروح للفكره اللي بعد كده. عندك بقى شوك وسكاكين جايه صغيره، عايزه تاخديها بقى معاكي بالسفر او تديها الابنك في النادي. هقولك على فكرة بسيطة قوي تحطي فيها الحاجات دي. هتجيبي أي جرام نضارة كده وتحطي فيها الحاجات دي كده، الحاجات دي مش هتضيع معاكي، وبرضه مش هتبقي خايفة ان لو هتديها لابنك يعني وهو صغير ان الحاجة دي يعني تضيع منه او تعوره كده. هتحافظي عليهم في الجراب، ووقت ما تحتاجيهم هتلاقيهم بقى بمنتهى السهولة. هنروح بقى للفكرة اللي بعد كده. عندك بقى حوض المطبخ مسدود، هقولك على فكرة بسيطة جدا هتسلكي بيها حوض المطبخ من غير الوجع على الدماغ. وخلطات بقى، هو تحتاجي لسبك، هتجيبي بقى معلقة بيكربونات أو اللي هي بيكربونات الصوديوم أو الكربوناتو اللي بتتحط للطعمية، حطي معلقة حلوة كده يعني معلقة كبيرة. وبعد كده هتجيبي الخل العادي، الخل الأبيض بتاعنا بتاع الأكل، وهتحطيها على البيكربونات وكده لغاية احنا شايفين الفوران طبعا بيعمل ازاي. لما تحطي الخل على البيكربونات بيبقى ليه صراحة قدرة يعني فظيعة طبعا، عشان يسلك الدهون اللي موجودة في الحوض. وبعد كده طبعا بتسمي الله وتحطي مية سخنة في العينين. بعد كده بقى تحاولي تسيبيه هي فترة كده، يعني يفضل تعمليها بالليل وتسيبيها بقى الفترة حلوة قوي كده لغاية الصبح يعني، وما تستعمليش الحوض. أولا بيقضي على الروائح اللي بتبقى موجودة في الحوض، مكان بقى البكتيريا هي بتتكون بتعمل روائح طبعا مطرح بواقي الأكل اللي احنا بنغسله في الحوض يعني، فبتعمل روائح مش ظريفة. فصراحة البيكربونات دي بتقضي على الروائح دي، وكمان بتسلك لي الحوض، يعني الحوض معاكي مش هيتسد تاني خالص. وبعد كده بغسله عادي يعني بالاسبونجة بتاعتي وبنشفه بقى، واكيد شايفين طبعا اللمعة، يعني مش اللمعة بس كمان ان هو يعني مش هيتسد معاكي تاني خالص. حاولي تعملي الفكرة دي يعني مرة كده كل اسبوع. وبكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا بفكرة أو فكرتين، وأشوفكم قريب إن شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.